السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب جريد 6، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في يونيت 2. يونيت 2 بيتكلم عن حاجة اسمها الإيكويجنز أند الإنكواليتي. الليسون سهل جدا وبسيط، بس هو عايز منك بس شوية تركيز أكتر، مش أكتر لغير. هتقول لي ما كل الدروس عايزة أصلا تركيز؟ لأ، الدرس ده سهل، لأن أنت لو ما ركزتش فيه هيبقى بالنسبة لك صعب جدا، تمام؟ فركز معايا بس كده وإن شاء الله هتفهم الفكرة بدري بدري يعني. وزي ما قلت، زي ما انا بقول دايما، ان الليسون الاولاني يعني ما بيجيش منه كتير، يعني هو اهم حاجه الليسون 2 ليسون 3، بس مش معنى كده ان انت تتغاضى عنه. يعني بيجي منه تشوز وبيجي منه كومبليت. انا بتكلم عن المسائل البروبلمز بتاعته ما بتجيش كتيره يعني. طب تعالوا نعرف يعني ايه اصلا ايكويجن، والمفروض الحاجات دي انت كنت واخد عنها فكره في ايام جريد 5. الايكويجن يعني اعرفك يعني ايكويجن. عارف انت لما اجي اقول لك مثلا 4 بلس 5 هتكون equals 9، صح؟ تمام. طب لو انا جيت ايام بقى جريد 1 لما كانوا بيشيلوا لك ال 5 دي مثلا كده ويحطوا لك مكانها اكس، لا، في جريد 1 كانوا بيشيلوا اكس دي كده مثلا، بيشيلوا دي كده ومحط لك مكانها دوتس، ويجي يقول لك 4 بلس وات equals 9. وطبعا انت كان السؤال ده بالنسبه لك بيبقى صعب عليك شويه برضو، فيبقى شلنا ال 5 وحطينا مكانها دوتس. احنا النهارده بقى هنشيل الدوتس دي ونحط مكانها ايه؟ اكس. فالاكس ديت بتعبر عن ايه؟ عن حاجه مجهوله بالنسبه لك انا ما اعرفهاش، وانت المفروض لازم تجيبها كانها زي الدوتس، تتعامل معاها زيها زي الدوتس كده، تمام؟ يبقى الاكس ديت تتعامل معاها زيها زي الدوتس. لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا في ايكوال. الايكوال هنا عملت لي هنا تو سايدز، السايد ده والسايد ده، ليفت سايد ورايت سايد. معنى كده الاثنين دولت بيكونوا لايكس او بيكونوا ذا سيم اماونت، يعني نفس الكميه. ما دام هنا 9 برضه لازم يكون هنا 9، هنا 9 او هنا 9. فدي كلها على بعضها اسمها ايكويجن او ايكويشن، دي او دي، ايكويجن اور ايكويشن. فديت مع بعض كده دي اسمها كلها ايه؟ ايكويشن. عارف انت لما اجي اقول لك مثلا 4 بلس الاكس ما تبقاش ايكويجن، نوت ايكويجن. ليه؟ علشان ما فيش فيها ايكوال، ما هي ايكويجن جايه من الايكوال، دي مش فيها ايكويجن. عارف لما اجي اقول لك مثلا 4 بلس 5 ايكوالز 9، دي ما فيش فيها ايكويجن. طب ليه؟ لان الايكويجن لازم يكون فيها فاريبل، الفاريبل اللي هو الاكس او الواي او الزد او كده يعني، تمام؟ تمام. طب لو جبت لك نفس الايكويجن ديت قلت لك 4 بلس اكس جريتر ذان 9، جريتر ذان الايه؟ 9، يعني شلت لك وحطيت مكانها ايه؟ 9. او ممكن اقول لك مثلا سمولر ذان، جريتر ذان اور ايكوال، سمولر ذان اور ايكوال. دي بقى اسمها انكواليتي. وانكواليتي معناها بالعربي متباينه. يعني ايه متباينه؟ يعني الحل بتاعها بيكون مختلف، يعني بيطلع حلول كتيره، حلولها مختلفه، فعشان كده اسمها انكواليتي. يبقى انكواليتي علشان فيها جريتر ذان سمولر ذان اور ايكوال، ودي اسمها ايكويجن علشان فيها ايكوال. الكلمتين دول تعالى نرجع كده ونشوف نطبق عليهم كده. شوف هنا بيقول لك ايه، هنا بيقول لك determine which of the following represents an equation or inequality. شوف هنا دي ايه؟ equation، ودي equation عشان equal، ودي inequality، ودي شوف هنا equal يبقى equation، ودي inequality، ودي inequality. لحد كده تمام؟ تمام. طب في جزئية كمان بيجي يقول لك ايه؟ determine the degree of each of the following. انا عايز الديجري بقى بتاعت الانكواليتي او بتاعت الايكويجن. الديجري ديجري ايه؟ ديجري دي يعني هي نوعها ايه؟ عارف انت مثلا لما يجي يقول لك يعني بلاط فرز اول بلاط فرز ثاني وهكذا، هو دي بالظبط نفس الفكره. بس طبعا الايكويشن يعني انا بجيب بس تشبيه مش اكتر. انا عندي هنا الاكس ماينس 7 ايكوالز ال 1، الديجري بتاعتها هتكون ايه؟ انت علشان تجيب الديجري هتجيب الجريتست باور اللي هتكون على الفاريبل. ببص هنا على الفاريبل اللي هو الحرف ده واجيبه واشوفه هو باور ايه. هنا ده باور 1 بس بايه؟ ما بيتكتبش، فعلشان كده اقول له هنا ده الفيرست ديجري، فيرست ديجري. طب هنا برضو بي، البي ديت باور 1 بس برضو ما بتتكتبش، فعشان كده اقول له هنا ايه؟ فيرست برضو ديجري. طب الاكس باور 1 هتكون برضو الفيرست. هتقول يا مستر هنا في 3، انا بقول باور. شوف دي الاكس هنا باور 2 يبقى دي هتكون سكند. شوف هنا دي باور 3 ودي باور 1، فانا بجيب الجريتست اللي ما بينهم، يعني هنا باور 3 وهنا باور دي باور 1 ودي باور 3، فهجيب الجريتست هقول هنا الثيرد. طب ديت 5x بلس 2 جريتر ذان 7 دي هتكون باور 1، فاقول له هنا فيرست.
طب هنا ده الاكس باور 1 والواي باور 1 هنقول برضو باور 1 فيرست، ودي برضو باور 1 يبقى دي فيرست، ودي باور 4 هتكون هنا ايه فورس فورس ديجري. طب انا عندي هنا دي باور 3 وعندي دي باور 2، فهنجيب الجريتست اللي هي اللي هتكون ايه ثيرد ثيرد. طب دي باور 1 ودي باور 2 يبقى الديجري هنا تكون ايه سكند. تمام كده، يا رب تكون فاهم. طب هنا دي باور 4 والاكس دي باور 1، فهناخد الايه هناخد الجريتر هتكون ايه فورس. تمام كده، يبقى دي الديجري، ودي اكتر سؤال بيجي في الامتحان. ده اكتر سؤال بيجي في الامتحان، يجي يقول لك انا عايز الديجري بتاعت الايكويشن او الانكواليتي. اكسبريس سيمبليكلي اتش اوف ذا فولوينج، انا عايزك تكتب هنا بالايه بالسيمبل اكس از ليس ذان نيجاتيف 3. شوف هنعملها ازاي، ادي اكس ليس ذان ليس ذان اللي هي ديت نيجاتيف 3 كده. طب شوف دي اكس، حاضر ليس ذان حاجه بحاجه كده ليس ذان اور ايكوال، نحط هنا الايكوال 2 اكس، نحط هنا الاكس greater than at the greater than or equal 3. x is greater than negative 4 and less than 1 at the x. مادام جاب لك هنا 2 number، مادام جاب لك هنا 2 number احط هنا الاكس دي كده واحط له بص ال 2 equality دولت، او اعمل لها 2 smaller than دولت. دايما كده ببدا بالسمولر، النيجاتيف 4 هتتحط هنا وال1 تحط هنا، دايما كده. شوف لما اجيب لك 2 نمبر، شوف هنا برضو جايب لك هنا 2 نمبر على طول كده الاكس وهنا سمولر زين وهنا سمولر زين، وابدا بقى بالسمولر. السمولر هنا مين؟ ال1 والجريتر هنا مين؟ ال7. بس هنا قال لك ايه؟ ليس ذان اور ايكوال، في ايكوال بحط ايكوال جنب ال7، جريتر زي ما فيش ايكوال جنب ال1. هنا برضو جايب لي هنا 2 نمبر يبقى الاكس هنا سمولر زين وهنا سمولر زين، ونحط النيجاتيف 2 كده وال5 كده. النيجاتيف 2 جنبها ايكوال وال5 جنبها ايكوال. يا رب تكون لحد كده فاهم. طيب تعال بقى للجد بقى، هيجي يقول لك find the solution set. solution set يعني الفاليو بتاعت الاكس دي of the following equation x plus 7 equals 10 if the substitution set is 1 3 5 1 3 و5. هو عايز هنا solution set يعني الفاليو بتاعت الاكس، بمعنى بيجي يقول لك x plus 7 او 7 plus what يديك في الاخر 10. هتقول يا مستر مساله ما يديني في الاخر 3، ما ماشي ما معانا ماشي خلاص، يبقى 7 plus 8 بتديني 10، هيكون 7 plus 3. بس هو بقى عايزها هنا بالستبس، يعني ما ينفعش انك تعملها كده حب كده، ما ينفعش، لا لازم نجيب الاول الاكس ب1 ونجيب الاكس ب3 ونجيب الاكس ب5 ونعمل سبستيتيوشن. ازاي؟ اقوله كده when الاكس equals 1، وهنا برضو when الاكس equal 3، when الاكس equals 5. لازم تعمل كده على فكره، ما ينفعش الحل غير كده، عشان الطلبة اللي بتحب تختصر او تقول لك انا مش هعمل كده، ما ينفعش. هنشيل اكس دي ونحط مكانها 1، هتبقى 1 بلس 7 وقف لحد الايكوال، 1 بلس 7 ايكوالز 8. انا عايز يطلع لي 10، انا عايز يطلع لي ما طلعش 10، فعشان كده اقول له زين ال1 دي از نوت ا سوليوشن. ممكن تكمل to the equation. لازما كده. طب 3 هنحط مكان 3 هنا، الاكس هنا 3. 3 بلس 7 ايكوالز 10، هي دي اللي طلعت. فعشان كده اقول زين، دي اسمها زين على فكره. 3 دي 3 is a solution to the equation. طب نشيل اكس، هنكمل برضو مستر، ما خلاص هنكمل برضو، هنشيل اكس ونحط مكانها 5.
5 بلس 7 هيكون ايكوالز 12. يبقى زين زين ايه ال5 دي از نوت، هي الاجابه بتكون حاجه واحده بس في الـ في في, الـ في الايكويشن، نوت ا سوليوشن تو ذا ايكويشن. واقول له في الاخر بس سوليوشن ست زين، او ممكن اقول له سو سوليوشن ست، سوليوشن ست يعني اس اس كده، هيكون مين اللي طلع في الاخر؟ هيكون 3. مش فاهم حاجه. شوف اللي جنبها اللي بعديها برضو زيها، اقول له كده وين الاكس ايكوالز الايه ايكوالز 3 وين الاكس ايكوالز 5 والاكس ايكوالز 7 والاكس ايكوالز 8. ماشي، هنشيل اكس ونحط مكانها 3، يبقى 3 بلس 5 ايكوالز 8، انا عايز يطلع لي 12. قالوا كده سو زين وخلاص، زين 3 از نوت ا سوليوشن. وقف لحد كده، مش لازم تكتب تو ذا ايكويشن. طب لما نشيل اكس ونحط مكانها 5، 5 بلس 5 ايكوالز 10. قالوا كده زين ال5 دي برضو is not a solution. طب لما يكون x ب7 يبقى 7 plus 5 equals 12. ده هي دي اللي طلعت، يبقى زين 7 is a solution. كمل برضو، حط مكان x هنا 8، 8 plus 5 هيكون equals 13. زين ايه ال 8 دي is not a solution. يبقى مين اللي طلع في الاخر؟ هي 7. اقول له في الاخر solution set هيكون في الاخر ايه 7. طيب هنا بقى عندك هنا 2x دي هنا في multiply، ركز بقى يا معلم بقى، هنا في هنا في هنا multiply يعني 2 باي اكس. فعشان كده اقول له هنا ايه، لما يكون الاكس هنا هو ان الاكس ايكوالز نيجاتيف 1، ركز بقى، ولما يكون الاكس هنا هو ان الاكس ايكوالز نيجاتيف 2 والاكس ايكوال 0 ان الاكس ايكوالز 2. شوف احنا هنعمل ملتبلاي الاول عشان المساله تبقى سهله معايا. 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 هتكون نيجاتيف 2 بلس 1، يبقى 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 بلس 1. الساين هنا ديفرنت فهنعمل سبتراكت هيديني 1، ولازم نحط الساين بتاع الجريتر. من الجريتر هنا ال 1 ولا 2؟ ال 2 الساين بتاعتها نيجاتيف، بقت نيجاتيف 1. انا عايز يطلع لي في الاخر 5، انا طلع هنا نيجاتيف 1، فعشان كده اقول له هنا زين النيجاتيف 1 دي از نوت a solution. طيب لما يكون نيجاتيف 2، 2 ملتبلاي نيجاتيف 2 بيديني نيجاتيف 4 بلس 1. نيجاتيف 4 بلس 1 بيديني في الاخر ايه؟ نيجاتيف 3. فعشان كده اقول له هنا في الاخر ايه؟ زين برضه انا عايز اطلع لي 5، يبقى النيجاتيف 2 ديت از نوت a solution. طب لما يكون ب 0، 2 تايم 0 ايكوال 0، 0 بلس ال 1 بيديني في الاخر 1. يبقى زين ال 0 دي از نوت ا سوليوشن. طيب الاخر هنا 2 تايمز 2 ايكوال 4، ركز معايا ركز، ما تبصش لا يمين ولا شمال، ركز معايا 4 بلس ال 1 هيكون كام في الاخر؟ 5. يبقى طلعت لي 5، يبقى اقول له كده زين ال 2 دي is a solution. يبقى مين اللي طلع في الاخر؟ هي ال 2. فعشان كده اقول له solution set هنا هيكون في الاخر مين؟ ال 2. هيكون ايه؟ ال 2. طيب نكمل برضو، هنا بقى جاي لي برضو multiply، يبقى انا اقول له كده وين
الاكس هنا هتكون equals 0 والاكس equals negative 1، ولما يقول لك الاكس equals negative 2 ولما يقول الاكس equals negative 3. يلا 3 times ما دي multiply 3 times 0 equals 0 plus 5 equals 5، انا عايز اطلع لي negative 4، فعشان كده اقوله هنا ان الزيرو ده is not a solution. طب لما يكون x negative 1 3 multiply negative 1 يديني negative 3، negative 3 plus 5 هيديك في الاخر ايه؟ يبقى 3 multiply negative 1 يديني negative 3 وكامل كده plus 5، 5 minus 3 equals 2 برضو مش هتنفع، يبقى له زين النيجاتيف 1 دي is not a solution. طيب 3 multiply negative 2 هيبقى النيجاتيف تنزل، و 3 times 2 equals 6 plus 5 هيديني في الاخر negative 1، انا عايز اطلع negative 4 برضو مش هتنفع، يبقى النيجاتيف 2 ديت is not a solution. طب لما يكون x negative 3 3 multiply 3 9 والنيجاتيف ما تنساش انها تنزل لي plus 5 negative 9 plus 5 هنعمل subtract يديني 4 ونحط السبب بتاع الجريتر اللي هو النيجاتيف هيبقى negative 4، يبقى الزين النيجاتيف 3 ديت is a solution. يبقى اقول له كده في الاخر سوليوشن سيت من اللي طلع هيكون النيجاتيف 3. طب افرض السؤال بقى دلوقتي، افرض لو انت جيت تعمل سبستيتيوشن ولما الاتش طلع معاك خالص حاجه خالص طلعت، يبقى في الحاله دي السوليوشن سيت هيكون فاي. في الحاله دي السوليوشن سيت هيكون هنا ايه؟ هيكون فاي، تمام؟ يعني بقول لك ده لو ما طلعتش، يبقى في الحاله دي هيكون ايه؟ فاي. طب ايه بقى في الانكواليتي؟ الكواليتي زيها برضو نفس الفكره، بس لازم يطلع لك نمبر اقل من 5، هو ده الشرط. يعني برضو اقول له كده وين الاكس ايكوالز 4 الاكس ايكوالز 3 الاكس ايكوالز 2 اكس ايكوالز 1 اكس ايكوالز 0. خلاص يبقى لازم بس ايه نمبر اقل من 5، يبقى هنا هنحط مكان الاكس هنا 4 4 plus 3 equals 7، يبقى 7 ديت اقل من 5 smaller than 5؟ لا طبعا، فعشان كده اقول له هنا ال 4 ديت not a solution to the inequality بس مش لازم يعني. طيب لما نحط المكان 3 الاكس 3 plus 3 equals 6، فاقول له هنا في الاخر ان ما طلعتش نمبر اقل من 5، ف 3 ديت not a solution. طب لما يكون اكس ب 2 plus 3 equals 5، ما ينفعش برضه، انا عايز نمبر اقل من 5، فعشان كده اقول له كده ان 2 ديت not solution. طب لما يكون اكس ب 1 plus 3 هيكون equals ايه؟ هيكون equals 4، وفعلا اقل من 5، فعشان كده اقول له هنا ان ال1 ديت a solution to the inequality. طب لما يكون x ب 0 يبقى 0 plus 3 هيكون equals كام في الاخر؟ 3، يبقى علشان كده اقول له هنا برضو ان 0 a solution to the inequality. يبقى اللي طلع في الاخر مين؟ ال1 وال0، فبقول له كده ان solution set هتكون ايه في الاخر؟ ال1 وال0. كده وصلنا لنهايه الدرس، والدرس سهل وبسيط بس عايز منك شويه تركيز، بس هتقول له خطواته كتيره، خطواته مش كتيره ولا حاجه، انت بتعمل نفس الحاجه اصلا في كل المسائل، انت كنت بتعمل اكتر من كده وامر من كده في الترم الاول، فالموضوع مش صعب خالص. اشوفكم على خير باذن الله، وان شاء الله الايام اللي جايه هيبقى في دروس كتير عشان نخلص المنهج، ما تقلقوش. سلام.